احتفالية جمعت بين الموسيقى والغناء الأصيل، احتفلت مجلة الويبد بنهاية العقد العاشر على صدورها، وشارك في الحفل صحفيين وسياسيين وكتاب وأصدقاء للمجلة التي يصدرها باسم سكجها. الهدف من المجلة هو رد جميل لهذا الجبل اللي بيمثل أحلى ما في عمان، وهو كما دائما أنا أقول أنه هو عاصمة عمان، عمان هي عاصمة الأردن، لكن الويبدة هو عاصمة عمان في الرقي الثقافي والتعددية والتنوع. من أجل رد الجميل لهذا الجبل سمينا مجلتنا باسم الويبدة، لأن الويبدة له فضل علي أنا شخصيا. الاحتفال يعني مش سهل لمجلة أن تستمر 10 سنوات. مجلة الويبدة واحدة من أسلحة المجتمع الأردني لمقاومة الإرهاب، مكافحة الإرهاب، مكافحة التطرف والغلو، ولذلك شوفي أنت المشروع الإرهاب كله قائم على فكرة إدارة التوحش. الكتاب اللي بتشكل من 112 صفحة اللي كتبه واحد اسمه أبو بكر الناجي، هذا هو مشروع ثقافي. إحنا ما بنقدر نواجهه إلا بمشروع ثقافي. كل البوارج والدبابات والطائرات وكله لا يمكن أن تهزم الإرهاب. واحدة مجلة الويبدة واحدة من المؤسسات التي تتضافر مع غيرها المؤسسات لهزيمة الإرهاب أو لمكافحة الإرهاب. الذي نظم في المركز الثقافي الملكي تضمن عرضا موسيقيا غنائيا لجوقة البلقاء، بالإضافة لعرض فيلم حول تاريخ ونشأة المجلة. أي احتفال ببقاء أي مجلة على قيد الحياة ومطبوعة هو نصر، الحقيقة نصر للثقافة، نصر للوعي، نصر للحرية، نصر للوطن في النهاية. مجلة الويبدة بصورة خاصة هي مجلة زي ما قالت مرة أحلام المستغانة في إحدى كتبها، إنه كل مطبوعة تشبه صاحبها. الويبدة تشبه باسم كثير يعني. اليوم كان احتفال بالسنة العاشرة واحتفال بإنجاز الأستاذ باسم سكجها ومشاركة الكثير من الأصدقاء لباسم في هذا الاحتفال، لأنه إحنا بمرحلة عم بيعاني منها القلم الحر والكلمة الحرة والتعبير وكل هذه الأمور اللي هي جزء من أساس من المجتمع المدني بتحديات كبيرة. فنحن هنا لنقول معه نعم لحرية التعبير، ونعم لحرية الكلمة، ونعم للمجتمع المتسامح، ولا لمجتمع الكراهية، وهذا ما تعبر الويبدة عنه. المتحدثون في الحفل أثنوا على دور المجلة التي اشتملت في إعدادها على ملفات تعالج قضايا محلية لكتاب شردتهم الممنوعات والخطوط الحمراء، فكانت ملجأهم ودارهم الأرحب. واليوم من ضمن هذه الاحتفالية قدمنا طبعا الموبايل أبليكيشن لمجلة الويبدة، اللي من خلالها إن شاء الله بصير القراء مش فقط بالمطبوع ولا على الانترنت، حيكون وين ما كان عن طريق جهاز الموبايل ويتفاعلوا مع مجلة الويبدة ومحتواها، وممكن الناس اللي عم تقرأ تقدم محتوى لمجلة الويبدة ويكتبوا فيها. أهم إشي بفعالية اليوم غير أنه نحن بنحتفل على 10 سنين الويبدة، أنه الويبدة اليوم عم تطلق الويبدة الذكية بالتعاون مع يعني المبدع نور خريز زي ما أنا بحب أسميه. الويبدة اليوم راح تكون أبليكيشن على السمارت فونز، على الأجهزة الذكية، وكثير مهم أنه تواكب التكنولوجي. اليوم بالاحتفال كنا بنحكي على مسيرة الجد إبراهيم سكجها ب 1950، واليوم نحن ب 2016 نشوف كيف واكبنا بكل هاي المسيرة لوصلنا اليوم على إطلاق الأبليكيشن تبع مجلة الويبدة.
كما واستعرض بعض المتحدثين ذكرياتهم مع المجلة وجبل الويبدة، واصفين المجلة بأنها مجلة الحداثة والتسامح والمواطنة بهويتها العمانية. ألا أبو حمدة، رؤيا.